مساء الخير. بنبتدي معاكم برنامجنا النهاردة ونفسنا نقول إنه يوم فرح حقيقي. النهاردة فعلاً يوم فرح حقيقي. يمكن ما كتبناش كده على الدعاوي، بس إحنا فعلاً النهاردة في فرح، وعندنا عريس وعندنا عروسة، والعروسة موجودة ومستنية. صحيح العريس اتأخر شوية ما جاش، بس عبال ما يجي العريس اسمحوا لي أكون بكلمكم النهاردة على قصة الحب اللي كانت بين العروس والعريس. اسمحوا لي أخدكم في فلاش باك نتكلم فيه على فترة الخطوبة بتاعتهم، وعلى الرحلة اللي عدوا بيها، وإزاي وصلنا ليوم العرس اللي العروسة بتشتاق إن هي تقابل فيها العريس. عبال ما العريس ما يجي هكون بكلمكم شوية، ويمكن لو ما جاش النهاردة نكمل بكرة. بس النهاردة هكون بتكلم معاكو على قد إيه العريس بتاعنا مختلف، على قد إيه العريس بتاعنا مقاييسه في اختلاف في اختيار العروس كانت مختلفة. في أيام خطوبتهم كانت العروس شايفة إن هي ما تستاهلش العريس ده، وكتير قالوا لها وكتير قالوا للعريس، كانوا مستكترينه عليها، كان كتير بيدور بينهم حوار تقول له أنا حاسة إنه أنا عريانة، يقول لها هكسيكي بلباس بري، تقول له أنا حاسة إنه أنا قبيحة، يقول لها بس أنت جميلة في عينيا، تقول له أنا خاطئة وخنتك، يقول لها وأنا أيضا لا أدينك بس لا تخطئي أيضا. قد كده كانت العلاقة اللي بينهم كانت متميزة وكانت في خطر. العروس كانت مهددة بالموت، كان عليها حكم موت،
لكن العريس ضحى بنفسه عشان العروسة تعيش. العريس بذل دم عشان العروسة تعيش. قصة حب عجيبة هنتكلم عنها النهاردة، لكن الحاجة اللي مبروزة القصة دي قد إيه العريس قبل العروس زي ما هي، قبلها في عريها، قبلها في خطيتها، قبلها في قبحها. العروس النهاردة هتغني وترنم وتقول قد إيه جمال العريس، قد إيه العريس قبلني زي ما أنا، قد إيه العريس مسح كل خطيتي. العروس هتغني النهاردة وتقول ليه قبلتني، أنا ما استاهلش، لكن حبك سترني وستر كل عري وقبح فيا.
Thank you.
كان كتير ان هي تصدق انه ممكن حد يقبلها بحالتها دي، وخصوصا ان هم ما كانوش بيسيبوها في حالها. يعني انت مش شايفه نفسك، بص لماضيكي، ازاي يقبلك؟ ازاي يقبلك بحالتك دي؟ وخصوصا انه العالم حواليها وحوالينا له معايير مختلفه تانيه خالص للقبول. لما حد يروح يقدم لوظيفه لازم يبقى بيرفكت، لانه عارف انه هيتقارن بناس تانيين، وعارف ان الشركه اللي بيقدم لها او الوظيفه اللي بيقدم لها مش هياخدها الا اذا كان الاحسن. لو في شركه بتقدم في مناقصه لازم زي ما بيقولوا كده تقدم البيست اوفر، افضل امكانيات، افضل ماتيريال، وباقل تكلفه واقل اسعار. وفي عريس راح يتقدم لعروسه، زي ما منتظر ان العروسه تبقى بيرفكت، العروسه هي كمان مستنيه انه العريس يبقى بيرفكت. العالم بيقارن كده وبيختار كده، ومن كتر ما العالم مهتم قوي بالاحسن، حتى في الاولمبياد الرياضيه عمل شعار الاقوى والاعلى والاسرع، دي المعايير اللي بيختار بيها العالم. لكن نيجي للعريس بتاعنا نلاقيه مستعد انه يختار الاضعف، ومستعد انه يقبل القبيح وياخد الاعرج والتايه والاعمى والاصم، ياخدهم كلهم في حضنه ويقبلهم ويغيرهم. لكن في يوم العروسه اتفتحت عينيها على الحقيقه دي، انه دي الطريقه اللي العريس بيتعامل بيها معاها. وساعتها العروسة صدقت إنه جمالها الحقيقي إن هي تبقى محتاجة للعريس، جمالها الحقيقي إن هي تبقى في احتياج للعريس، وإن هي تعلن ده للناس من حواليها. أيوة أنا سوداء لكن جميلة، أيوة أنا ضعيفة لكن قوتي في عريسي، أيوة أنا خاطية لكن هو قبلني وبيتوبني وبيرجعني. العروس سكبت نفسها للعريس، وفي الترنيمة اللي جاية بتعلن احتياجها بشدة للعريس. احنا محتاجين لك، كلنا محتاجين لك، محتاجين للمسة حضنك، لأن كلنا ضعف وكلنا خطية. احنا ينفع واحنا في أماكننا نكون بنرفع ذبيحة سجود، ينفع واحنا في أماكننا نكون بنسجد بالروح وبالحق من غير ما نسجد بأجسادنا، لكن ينفع أرواحنا تكون مع العروس في الترنيمة اللي جاية تقول له احنا محتاجين لك، احنا بنسكب ذواتنا قدامك، بنقدم لك مطانية تنكسر فيها الذات وتنكسر فيها النفس قدامك، لكن ما تفضلش مكسورة، تقوم معاك وترتفع بيك يا عريس نفوسنا. Thank you.
صليبك سر رجوعي، راجع ليك فعلي دموعي. مهما الشر هيعمل فيا انت إلهي حبيبي يسوع. ولسه عروستنا مستنية العريس، وبيمر الوقت عليها وهي مستنية، وتمر سنين عليها وهي مستنية، وهي مستنية نلاقيها بتمتحن بامتحان يمكن امتحن بيه ناس كتير قوي قبليها، امتحان الوقت. وخصوصا انه هي مستنية كتير قوي بيجي على بالها افكار، يا ترى هو لسه قابلني؟ يا ترى ما تغيرش؟ يا ترى ما حصلش حاجة تخليه يرفضني؟ الوقت بيعدي، هو صحيح وعد، بس أنا مش شايفة حاجة بتتحقق، أنا مش شايفة حاجة بتحصل. هو فين وما جاش ليه؟ وهيجي إمتى؟ والساعة كام؟ كتير قوي امتحنوا بنفس الامتحان ده. يمكن هيبقى معانا بعد كده فيديو كليب يتكلم على يوسف. يوسف من ضمن الناس اللي الوقت كان علامة كبيرة قوي في امتحانه، في الانتظار وفي تصديق الوعد. إذا كان انتظر الوقت ده في حفرة، أو انتظره في سجن، أو انتظره سنتين مستني حد يرجع له بعد كلمة وحلم. عروستنا اتعلمت درس من عريسها، إنه قبول عريسها مش متوقف على حاجتين، مش متوقف على الوقت ولا متوقف على المشاعر.
وزي ما يوسف عاش حياته على الأرض وقضى كل حياته وخلصت حياته، لكن حتى وحياته بتخلص وحتى هو لسه مشافش أرض الموعد، كان بمنتهى الجبروت يقول لأولاده هتعدوا وتخشوا أرض الموعد وهتاخدوا عظامي وتدخلوها معاكم. قد كده كان مصدق، قد كده الوقت بالنسبة له كان لا شيء. إيه حياتي 40 50 100 200 سنة؟ إيه 400 سنة بعد ما موت؟ لكن قبول الله ليا مش محدود بوقت، وقبول الله ليا مش هتوقف على مشاعر أنا فرحان ولا أنا زعلان، أنا حد ضايقني ولا أنا حد بيشكرني وبيرفعني. عروستنا تعلمت الدرس وبتغني لعريسها وتقول له مهما مرت السنين لكن أنا هفضل في انتظارك، لأني مصدقة في الوعد اللي مش بيحده الزمن ولا بتأثر في المشاعر. الأمانة عظيم الصنيع يا ملجأ يا
صرت معاك والنظرة صرت معاك وحدك يا يسوع وليس سواك أحبك يا يسوع ولا حد شوياك ولا حد شوياك عشان أفكركوا أكتر بنفس المفهوم ده، جه في بالي حاجة يمكن تقرب الصورة شوية. لو تفتكروا التقديرات بتاعت الكليات في مصر، لسه فاكرين التقديرات كان شكلها عامل زي امتياز وجيد جدا وجيد ومقبول، صح؟ مقبول دي أحيانا كانت بتبقى الخط الفاصل ما بين النجاح والسقوط. مقبول دي أحياناً كان ممكن حد يشوفها ويفرح جداً لأنه نجح، لأنه تقبل. عارفين مين اللي بيفرح بيها ومين اللي بيحسها قوي؟ اللي بيبقى حاسس أنه ما يستاهلش ينجح، واللي بيبقى متوقع أنه يسقط، واللي بيبقى عارف أنه قدراته ضعيفة،
ويمكن حاسس انه نجح وعدى بالرأفة. هو ده معنى مقبول، عشان كده لما بيشوفها بيفرح. يمكن لو حد كان ذاكر شوية واعتمد على نفسه ومتوقع اكتر من كده وراح لقى مقبول يزعل. قد كده مقبول فيها رأفة، زي ما كانوا بيقولوا في اللجان بتاعت زمان، فيها نعمة. يمكن اللي خد مقبول انا في رأيي خد اكتر من اللي خد جيد جدا. Anyways، هنرجع لعروستنا النهاردة. البرنامج النهاردة بيكمل مع العروس، العروس بتاعتنا اللي المسيح قبلها والعريس بتاعها قبلها، في انتظار المسيح لسه مستنياه، وبتخرج لقيت انه هي مش لوحدها وهي مستنية العريس. العروس لقيت في عذارة تانية كتير حواليها، لقيت في حاجة اسمها الآخر، لقيت في محيط في بيتها معاها، لقيت في محيط في الشغل حواليها. ولما خرجت بره العلاقة الشخصية بتاعتها مع المسيح مع عريسها، ابتدت تشوف ناس كتيرة تعبانين، وابتدت تتحير، طب أنا أعمل إيه؟ والناس التعبانين اللي حواليها دول ابتدوا يتعبوها. احتارت أكتر، رجعت بحيرتها دي للمسيح، لأنه حوالينا في العالم وحوالينا العروس تعب كتير. قالت له أنا مش عارفة أعمل إيه. قال لها أنت بتنسي بسرعة قوي، أنا عملت معاكي إيه؟ أنت كانت حالتك إيه وأنا عملت معاكي إيه؟ أنت نسيتي، أنت محتاجة اللي اتعمل فيكي تعمليه في اللي حواليكي. واحد أب كان قال لي زمان إنه إحنا كتير ما بنقدرش نسامح للناس، أو كتير ما بنقدرش نقبل حد حوالينا ونغفر له، لأن إحنا مش حاسين قد إيه إحنا تغفر لنا. اللي بيبقى حاسس قد إيه هو تسامح فيه أو قد إيه تغفر له، بيبقى سهل عليه إنه يسامح ويغفر. النهاردة هنكمل مع العروس الرحلة دي، وهنشوف إيه اللي ممكن يكون بيعطلها إن هي تقبل الآخر.
بي نسيت وطلبت وجهك كصغير في يديك رافع قلبي إليك طارح خوفي لديك واثقا أنك عند قدميك جلست كل أشواقي وجدت كل أتعابي نسيت وطلبت وجهك كصغير في يديك رافع قلبي إليك طارح خوفي لديك واثقا أنك ستسمعني ستقبلني ستحملني وترفعني وإن تبت ستتبعني وترجعني عند قدميك ستسمعني ستقبلني ستحملني وترفعني وإن تبت ستتبعني وترجعني عند قدميك.
قد اشتهيت كل ما اشتهت نفسا قاسيا، ورحت أمشي ثم أجري في أثام ساهية. قد اشتهيت كل ما اشتهت نفسا قاسيا، ورحت أمشي ثم أجري في أثام ساهية. أقنعت نفسي في غباء أن الحياة باقية، نفسي استريح واشربي نرجع مرة تانية للعروس مع محاولاتها لقبول الآخر. وزي ما قلت لكم عايزين نشوف العروس عملت إيه وكانت إيه مشكلتها. اللي حصل إن هي اتقابلت بنفس المشاكل اللي كانت قدامها عشان تصدق إن عريسها قابلها. أصلها موجودة في نفس العالم اللي بيحكم بنفس المقاييس، اللي بيقبل الأحسن وبيقبل الأفضل واللي صاحب الإمكانيات الأكثر. هي في نفس العالم ده. أنا عايز أقول لكم حاجة أكتر، ده يمكن للأسف العالم له مفهوم تاني عن الآخر. العالم بحت، حتى في حد من الفلاسفة قال إنه الجحيم هو الآخر. أنا ليه أوجع دماغي وأتعامل مع حد وأخش في مشاكل وعلاقات وتعب؟ ده مفهوم العالم عن الآخر. فالعروس تعبت ودخلت للعريس، المحضر بتاع العريس، وابتدت تتكلم معاه، تقول له أنا مش قادرة، أنا حاولت، أنا فشلت، أنا مش قادرة أقبل الآخر، مش قادرة أقبل زميلتي، مش قادرة أقبل زميلي في الشغل، مش قادرة أقبل قريبي عشان عمل فيا كذا. العريس قال لها بس بس بس، أنا سمعت أنا كتير قوي منك،
يبقى لسه شوية. أنت لسه عمالة تقولي أنا أنا أنا، لسه ما قلتيش لا أنا بل المسيح، لسه ما قلتيش أنا ما أنا، لسه شوية. هي دي العريس حط إيده على المشكلة على طول. عايز أقول لكم أحد الآباء القدماء طبعا كان مشغول قوي بالفردوس وفكرة الفردوس وفكرة الآخر، فربنا في رؤية وراله أنه ملاك واخده وطالع بيه للسماء يوريله الفردوس ويوريله مكان الانتظار الآخر، فوداه مكان الانتظار الآخر فلقى أنه عبارة عن ناس قاعدين على مايدة يأكلوا بس مش قادرين يأكلوا وبيموتوا من الجوع لأنه الأكل قدامهم بس المعالق اللي محطوطة قدامهم معالق غريبة الشكل. المعلقة طولها متر ونص وكل المعلقة من الجزء اللي هو من الآخر ده شوك 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 ومفيش غير آخر جزء بس من المعلقة هو اللي مفيش فيه شوك، فعشان تمسك المعلقة بقى المعلقة على بعد متر ونص منك. كلهم بيحاولوا يأكلوا مش قادرين، الأكل قدامهم وميتين من الجوع. قال له تعال أخدك على الفردوس بقى. ودع على الفردوس لقى نفس المنظر، نفس المايدة ونفس الناس قاعدين ونفس الأكل ونفس المعالق بس كله بيأكل وفرحان لأن في فرق حاجة واحدة بس، كل واحد بياخد من المعلقة وبيأكل اللي قدامه فكلهم بيأكلوا. ده مفهوم العريس عن الآخر ومفهوم العريس عن إحنا مفروض نكون بنقدم إيه للآخر، وده مفهوم العالم عن الآخر. العروس استريحت لما سمعت كده، لما سمعت من العريس إنه في حل، إن أنا لازم أحط أنا ورا ولازم أحط هو في الأول. قالت له بس خليك معايا الموضوع ده صعب مش سهل. قال لها ما تقلقيش أنا معاكي طول الطريق وإيدي هتكون محوطاكي مش هسيبك، بس أنت خروجي بقى اشهدي عني، كفاياكي أعاد سنين وسنين وسنين قفلة على نفسك والناس بره مشتاقة أنها تسمع عني منك، فلو سمحتي خرجي واشهدي وأنا هكون معاكي وهقويكي، اشهدي على اللي حصل معاكي، اشهدي قد إيه أنت كنتي وتقابلتي، اشهدي وقولي قد أخطأت قد أخطأت وعوكت المستقيم ولم أجاز عليه.
من غيرك بيحن عليا لما بكون تعبان، من غيرك انت ومن يترائف على ضعفي كإنسان، من غيرك انت ومن يترائف على ضعفي كإنسان. اسمع أناتي قبل ما أقولها كلام، من غيرك انت ومن يرفعني ويملى القلب سلام، من غيرك اسمع أناتي قبل ما أقولها كلام، من غيرك انت ومن يرفعني ويملى القلب سلام. مين 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 من غيرك يا يسوع، مين من غيرك يا يسوع، كان واقف جنبي يوم ما احتجت أمان، من غيرك انت ومن طمني ومن يومها أنا فرحان، من غيرك كان واقف جنبي يوم ما احتجت أمان، من غيرك انت ومن مني ومن يوم أنا فرحان. مين 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 من غيرك يا يسوع، مين من غيرك يا يسوع، مين قد ايه الصورة حقيقية معبرة، من غير كلام حتى قادرين نحس قد ايه كان القبول بتاع المرأة الخاطية كان جميل. بنكمل مع عروستنا اللي قوية في علاقتها الشخصية بعريسها، واللي رجعت له وخدت منه قوة تخرج بيها للآخر وتحب الآخر وترجع نفسها وتبدي الآخر على نفسها، وابتدت تفرح. الترنيمة الجاية هتشوفوا العروسة بتتكلم عن فرحها بالعريس وبالأب وبالثمر، لأنه الأب والعريس أرسلوها للآخر. لكن نلاقي العريس بيوصيها وصية أنا مش عايز أكون بقولها على لساني، فعشان كده هقرها لكم عشان أقول الألفاظ زي ما هي بالظبط زي ما وصها لي. فنلاقي العريس بيقول لها: اثبتوا فيا وأنا فيكم، كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا فيا. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت فيا وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. إن كان أحد لا يثبت فيا يطرح خارجا كغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. اللي جاي بقى مهم قوي: إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم
تطلبون ما تريدون فيكون لكم. بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونوا تلاميذي، كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا. اثبتوا في محبتي، إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي، كما إني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. Thank you.
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كانت حاجه عجيبه قوي الاسبوع اللي فات. حصل معايا كم موقف. يوم الثلاث بالليل انا قاعد كده في الاوضه اللي فوق في الكنيسه ومستني واحد عشان اجتماع. وبعدين لقيت واحد دخل عليا كده قال لي ممكن نقعد معاك 5 دقايق؟ قلت له اتفضل. قال لي انا ليا 15 سنه ما اعترفتش وما تناولتش. انت فاكر لما جيت لك زمان خالص؟ قعدت نبص في وشه شويه وقلت له ايوه انت جيت. وبعد كده كان عندك بيزنس في الداون تاون وبديت نديله الريزومي بتاعه. فقال لي يعني ممكن ربنا يقبلني؟ قلت له طبعا ما فيش شك انه هيقبلك، بس المهم تبقى جاي فعلا بتوبه من قلبك. قال لي انا تعبت، والسنين اللي بعدت فيها عن ربنا كانت سنين متعبه جدا، وعلشان كده انا جاي الليله نفسي نبتدي بداية جديدة معاه. ممكن يقبلني؟ قلت له طبعا. قال لي طيب أنا عايز نبتدي الليلة نعترف، لكن لسه هنجيلك يوم واثنين وثلاثة علشان عندي كتير قوي. قلت له أنا عايز نطمنك، أنت من أول ما جيت الليلة وقلت انت عايز ترجع وعايز تبتدي معاه هو قبلك. وبعد ما قعدنا شويه صليت له وحسيت ان ربنا بيجهزني لليله علشان نحس كلنا انه فعلا قبلنا. يوم الخميس اللي فات ده برضه كنت مستنى ابونا لوقا عشان اروح معاه مشوار، وانا جاي في السكه لقيت شاب ماشي في الشارع فوقفته وقلت له تعالى معايا انت مش رايح الكنيسه؟ قال لي لا يا ابونا انا بنتمشى شويه. قلت له اوكي. وصلت الكنيسه ونزلت كده عشان نبص على ابونا، وقفت كده في الباركنج لوت لقيت الاخ ده جاي. قلت له انت عامل ايه؟ قال لي انا تعبان. قلت له ليه؟ قال لي ليا سنه وشويه ما اعترفتش وما تناولتش، انا مش عارف ممكن ربنا يقبلني؟ قلت له طبعا ربنا ممكن يقبلك. وقعدنا احنا الاثنين على الرصيف في الباركنج لوت علشان نتكلم، واعترف وقلت له تاني يوم لازم تيجي تتناول. وحسيت ان ربنا بيقول لي ان هو قبلنا كلنا. والحقيقه انا بنفكر في الحكايه ديت لقيت ان ربنا قبلنا قبل تاسيس العالم، قبلنا في شخص ادم لما ربنا اتكلم وقال هو يسحق راسك وأنت تسحقين عقبة. يعني بيكلم الحية وبيكلم الشيطان وبيقول لها اوعي تفتكري ان انت عشان وقعت آدم خلاص، ده الحكاية لسه لها بقية وحيجي اللي حيسحق رأس الحية. ربنا قبلني في آدم، ربنا قبلني في نوح لما بص كده ربنا على العالم ولقى منظر صعب جدا، خطية وشر ونجاسة وأمور صعبة. طب وبعدين يا ربي؟ قال بص كده لقى شمعة منورة في وسط الظلمة، لقى أبونا نوح. أما نوح فوجد نعمة في عيني الرب.
تعال يا نوح. ايوه ربي ابني مركب ونادي للناس كلها عشان تدخل. انا قابلهم دول يا ربي كلهم نجاسه وخطيه برضو انا قابلهم. المهم بس يدخلهم ويقبلوا ان هم يدخلوا في المركب بتاعتي. ربنا قابلني في نوح، ربنا قابلني في ابونا ابراهيم ابو الاباء. لما ربنا بدا يتعامل مع ابونا ابراهيم وقال له تعالى عشان تطلع معايا، وبعدين يا ربي قال له فاجعلك امه عظيمه واباركك. ابونا ابراهيم ما كانش انسان بلا خطيه، ياما برضه جاء عليه اوقات مشى بدماغه ونزل ارض مصر عشان يدور على اكل هناك. هو ربنا سابك من ساعه ما طلعت معاه؟ ويجي الوقت اللي يقع في خطيه كذب، لكن ربنا وعد ولا بد ان هو يحقق الوعد بتاعه. في نسلك تتبارك جميع قبائل الامم، ويستمر الوعد شغال لغايه ما يجي المسيح من نسل ابراهيم. قابلني ربنا في ابونا ابراهيم، ربنا قابلني في ابونا يعقوب، يعقوب ابو الاباء اللي كان بيتخانق مع عيسى وهم في البطن. يعقوب اللي ياما لف ودار وعمل خدع، يعني كان له ضعفاته، وياما مشي في حاجات كده ما كانتش مظبطة، لكن في نفس الوقت هو نفسه اللي يقف كده ويصارع مع ربنا ويبتدي ياخد قوة من ربنا ويقول له لن أتركك إن لم تباركني. ربنا قابلني في أبويا يعقوب لما كان بيبتدي كده يعمل عملية تصفية علشان يشاور على سبط يهوذا، علشان يشاور على مجيء المخلص. ربنا قابلني في موسى. إيه حكاية موسى؟ كلنا عارفين حكايته. اتربى في بيت ابنة فرعون، وبعد كده قال لا أنا مش هنكمل القعدة ديت، أنا كده في حاجة تعباني، الأوثان والنجاسة والحاجات الكتيرة. طب تعمل إيه موسى؟ قال أنا نفضل إن أنا نتزل مع شعب الله أكثر من إن أنا نقعد كده في الخطية. وينزل موسى ويبتدي مشوار طويل. وفي المشوار الطويل ده بتعمل إيه موسى؟ قال أنا ماشي في سكة طويلة، السكة دي هدفها إن نكونوا قديسين. إيه ده ربي؟ قال مع موسى هيبقى فيه ضربات ومعجزات، وفي الآخر طلوع من أرض العبودية، وفي الآخر حياة في برية سينا، وفي الآخر نبص نلاقي في عمود نور وفي سحابة، في من وسلوى نازل من السماء، في صخرة طالعة من المية. مش حكاية أكل وشرب وحاجات زي كده، لا، ده ربنا قابلني في موسى لما سلموا لوحي الشريعة، لما قال له موسى أنا نفسي في حاجة، نفسك فيها يا ربي؟ قال لي نفسي نبني خيمة في وسط خيام ولادي عشان نقعد معاهم ونبقى لهم إله وهم يكونوا لي شعب. يا سلام يا ربي، أنت قابلتني في موسى لما كنت عمال بترتب الخطة علشان نبقى قديس ونعيش حياة القداسة. يا خسارة يا ربي، بعد ما قابلت شعبك وولادك وعملت كل الحاجات دي علشانهم راحوا عبدوا الأوثان. الحتة اللي خدوها من مصر
تنت جواهم. أصل في مصر يتعلموا عبادة الأوثان على أصولها، ولما طلعوا وربنا طلعهم أول حاجة أول فرصة لقوها عملوا إيه؟ عملوا عجل وعبدوه. طب يا رب هتعمل إيه؟ قال بلاش ندخل القدام أرض الموعد وندخل الجداد، أنا عايز نقبلهم لكن هم مصرين على إن هم يعبدوا آلهة أخرى ويعبدوا آلهة غريبة. هتسيبهم يا رب؟ قال لا. تلاقي مشوار طويل جدا من الأنبياء عمالين بيتكلموا، ونلاقي يجي كده ربنا يتكلم على لسان إشعياء النبي في إصحاح 43 ويقول كلام غريب جدا إشعياء كاتبه لكن مش عارف معناه إيه. لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك، أنت لي إذن إذا اكتست في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغرقك، إذا مشيت في النار فلا تلزع واللهيب لا يحرقك. إيه الحكاية دي يا ربي؟ قال مهما حصل ومهما عمل الإنسان ربنا مستعد إن هو يفديه، مستعد إن هو يقبله، مستعد إنه يدخله، مستعد إن هو يخلصه ويديله نعمة الخلاص. ولما تمشي مع الأنبياء في العهد القديم تلاقي كلهم بيتكلموا عن قبول ربنا للإنسان، ربنا بيقبلني بصرف النظر عن أنا مين وعن إمكانياتي إيه وعن ضعفاتي إيه. هو بيقبلني بضعفاتي ويقبلني رغم نجاساتي. الحاجة مع أنا عايز ننقل معاكم شوية ونشوف ربنا قبلني إزاي. ربنا لما جه يقبلني يعني بقت الحكاية محتاجة شوية شغل، يحتاج إن ربنا اللي يجيلي ولا أنا نروح له؟ لا، هو اللي يجيلي. عشان كده تلاقي يوحنا يقول لنا إيه؟ والكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده. يقول لي أنا حنجيلك وناخد طبيعتك، أنا حنجيلك وناخد طبيعتك. ده طبيعتي وحشة، ده طبيعتي ميالة للخطية، ده طبيعتي يا ما ربي بتتشد عندها كده حاجة اسمها جاذبية للأرض. يقول لي لا، أنا حنيجي وزي ما بنقول كده في القداس باركت طبيعتي فيك، حيبارك طبيعتي وحيدخلني الحاجة تاني. أنا عايز نقول لك قبلني فأتاني، قبلني فأتاني. لما تبص كده تقرأ معلمنا لؤي البشير في الإصحاحات الأولى وتشوف البشارة للست العذراء وتشوف قبلها البشارة بيوحنا المعمدان، إيه الحكاية؟ قال لازم يتجسد المسيح وينزل وياخد طبيعتي ويبقى إنسان زيي ويجي لغاية عندي، ولغاية النهاردة بيقبلني بضعفاتي ويقول ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، بيجي لغاية عندي. قبلني فإيه؟ قبلني فأتاني. بعد كده نبص نلاقي يقبلني يوم يعمل معايا حاجة تاني. بعد ما نيجي نبص كده نلاقي قبلني فخلصني. إيه ده ربي؟ أنت جاي تعمل إيه؟ لما ترجع كده عندنا في العهد القديم سفر اسمه إيه؟ اسمه يشوع. إيه يشوع ده؟ تبص تلاقي واحد ظهر كده اسمه ايه؟ اسمه يشوع. ويشوع ده شغلته ايه؟ شغلته ربنا يقول له تاخد بني اسرائيل دول وتعديهم كده في نهر الاردن وتدخلهم وتقسم لهم ارض الموعد وتدي لهم المواعيد اللي انا وعدتها بيهم. ولما تبص كده في العهد الجديد تلاقي اسمه ايه؟ يدعى اسمه ايه؟ يسوع. يبقى في ثلاث نقط نشيلهم، وبدل يشوع بتاع العهد القديم يبقى يسوع بتاع العهد الجديد. يبقى أنا النهاردة قبلني فخلصني،
اسمه دلوقتي يسوع، الله يخلص أو يخلص شعبه من خطاياهم. ونبص نلاقي يشوع ده كان الصورة، لكن يسوع ده الحقيقة. يشوع ده يعني سامحوني في التعبير، يعني زي كده يعني الرمز أو الحاجة اللي يعني كده، لكن يسوع ده المخلص اللي جه فخلصني. يبقى هنا أول حاجة قبلني فأتاني، قبلني فخلصني. طب هتقبلني إيه تاني يا ربي؟ تبص تلاقي ربنا بيقبلني فيبتدي يعمل معايا حاجات تاني. قبلني فنداني، حاجة عجيبة أوي. تلاقي السيد المسيح ماشي وبعد كده يمر على واحد كده يقول له إيه؟ اتبعني، تعال. تبص تلاقي الواحد من دول ساب كل حاجة وإيه؟ ومشى وراه. ومن الحاجات المناظر الجميلة أوي اللي حصلت، تلاقي واحد كده شغلته بيعبد المال، ملوش غير المال، عنده إيه؟ سيد جواه اسمه المال. وبعد كده يمر عليه المسيح، والراجل ده يعني قال لك نتفرج زي اللي بيتفرجهم، بس هو كان يعني قصير شوية، فقال لك لو قعدت كده مش هنشوف. شاف له كده واحد دفع له يعني كام سنت كده، وقال له إيه؟ يعني شلني وطلعني فوق، ركبني على الشجرة. ولما ركب على الشجرة شاف المسيح. طب وإيه يعني يا رب؟ ما كفاية لغاية كده؟ لا، يبص المسيح عليه ويناديه ويقول له زكى تعالى. ولما يقول له اسرع وانزل لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك، إيه ده يا ربي؟ ما لقيتش غير البيت ده، ما لقيتش غير ده هوت. يقول أيوة، أنا شغلتي إن أنا النهاردة قبلني فنداني، حينادي على المرة الخاطية في بيت سمعان، وحينادي على ناس كثيرة جدا، ومازال بينادي عليك وبينادي عليكي، ومازال بيقول لك تعالى وتعالي، مستعد إن يتعامل مع كل واحد فينا باسمه، وينادي كل واحد فينا باسمه، لأن هو بيقول كده عن نفسه: أعرف خاصتي، أنا عارف ولادي باسمهم وعارف كل احتياج ليهم. قبلني فنداني. طب قبلني هيعمل لي ايه تاني؟ قبلني فدعاني. الحقيقة لما الواحد كده يعمل حفلة ولا حاجة بيعمل دعوة، والدعوة دي يكتبها موجهة، يقول فلان الفلاني، لكن هو عمل دعوة كده مفتوحة، قال تعالوا إلي. مين يا رب اللي يجي ليك؟ قال الزناه والقتلة والحرامية والنصابين والكذابين والشتمين، والناس دول كلهم يعني ثقيلي الأحمال. تعالوا إلي إيه؟ يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال. شيل المتعبين والثقيل الأحمال وحط أي نوع أنت عايزه. فهو يبص على دول ويوجه لهم دعوة، يبص علي ويلاقيني كده في خطية تعباني، في شهوة مكتفاني، في حاجة مستعبداني، فيدعيني ويناديني ويقول لي تعالى تعالى، مهما كان الحمل تقيل عليك، تعالى حبيبي عشان مش عايزك تشيل، حط علي وأنا نشيل بدالك. أنا مش عايزك تشيل أبدا، أنا شغلتي إن أنا نشيل بدالك. وعايز يقول لك خد بالك، مع الدعوة ديت مكتوب تحت فيها من يقبل إلي إيه؟ من يقبل إلي إيه؟ لا أخرجه خارجا. يعني دعوة مفتوحة جميع الأنواع، وفي الآخر مفتوحة بيقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. قبلني فغسلني. ما هو لما يبص علي كده في سفر حزقيال، يمر علي يلاقيني كده لسه الدم كده مغرقني وحالتي صعب قوي. طب وبعدين يا ربي؟ قال لازم نغسلك. تغسلني؟ يقابل كده راجل شيخ كده اسمه نيقوديموس،
وجاي له بالليل ومستخبي، ويعني الراجل كده ايه يعني بيحاول يتدارى عشان ما حدش يشوفه. ايوه نيقوديموس، قال له انا جاي لك عشان نتكلم معاك في شويه حاجات انا مش فاهمها. قال له ايه رايك؟ انا عندي حل لكل الحاجات اللي انت مش فاهمها. ايه يا رب الحل؟ قال له تتولد من مره تانية. قال له اتولد؟ راجل كده طويل عريض شعر ابيض وقد كده فقد كده، ويعني عندي وظيفه وعندي بطاقه وعندي مش عارف ايه، تقول لي اتولد؟ قال له اه دي شغلانه بسيطه خالص، عندنا حاجه اسمها الولاده من الماء والروح. لما يقبلني يغسلني، لما يقبلني يغسلني، ودي المدخل الاولاني. لما يجي الواحد يقول انا المسيح قبلني، يبقى لازم يعمل ايه؟ لازم يغسلني بالماء والروح، ويبتدي يديني الولاده الجديده. ان كان احد لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت الله. هي الحكايه كده نيقوديموس. ايه رايك؟ تقبل ولا ما تقبلش؟ يبقى انا لما المسيح بيقبلني بيغسلني. هي غسله مره واحده خلاص؟ قال لا، ده هو عنده شغلانة الغسيل دي مستمرة. بعد ما عمل حكاية الغسيل واتكلم مع نيقوديموس على الكلام ده، راح كده في يوم كده كان التلاميذ قاعدين وبصوا لقوه ايه، راح جاب طشت كده وصب مية وجاب فوطة وقعد تحت رجليهم وخد كل واحد ايه، كل واحد كده وش غسيل يغسل رجلين كل واحد. ايه ده يا رب؟ ايه الحكاية؟ قال هو ده الموضوع. كل مرة هتجيلي وكل مرة هنقبلك فيها يبقى أنا هنغسل رجليك. يا سلام يا ربي، المنظر ده منظر يدوب أي واحد. إزاي ملك الملوك، إزاي إله الآلهة، إزاي القدوس اللي الملائكة سبحت وسابت السماء ونزلت على الأرض لما اتولد في مزود البقر، ازاي ده يقعد ويغسل رجلي ورجليك؟ هو قال كده، قال قبلني فغسلني، غسلني في المعمودية، وما زال بيغسلني في سر التوبة وسر الاعتراف لما بنيجي علشان يطهرني مرة تانية وعشان يديني نعمة التطهير. قبلني فجاني، قبلني فنداني، قبلني فدعاني، قبلني فغسلني، قبلني فشبعني. في يوم من الايام كده قعد يعلم والناس انبسطت بكلامه وهو مبسوط، يعني ما صدق لا ناس تسمع له. وبعد كده اليوم الثالث يعني قال للتلاميذ ما يصحش، دول الناس ضيوفنا يعني برضه لازم ايه، لازم ناكلهم. فقالوا له بلاش تفتح الموضوع ده، احنا لا عندنا اكل ولا عندنا فلوس ولا عندنا حاجه، والموضوع ده هتبقى يعني فضيحه. قال لهم لا فضيحه ولا حاجه، انتوا بس ايه، هاتوا اللي عندكم وانا شغلتي ان انتوا اللي هتاكلوهم في الاخر مش انا اللي هناكلهم. يا سلام يا ربي، انت تدعيني وتشبعني وبعد كده تقول أنا مش شغلتي، ويلاقي في الآخر يأكل الجموع كلها وينفذ الكلام اللي قالوا أعطوهم أنتم ليأكلهم، وبعد كده يقول لهم اجمعوا ليه، اجمعوا الكسر، أنتوا تعبتوا لازم برضو تاخدوا أجرة الشغلانة اللي اشتغلتوها، ما يصحش تروحوا فاضيين. كل واحد فيهم يروح بإيه؟ يروح بقفة مليانة. يا سلام يا ربي، حلوة قوي الشغلانة ديت. راحوا يلفوا وراه في كل بلد ويقولوا له احنا عجبنا ليه؟ عجبنا الاكل بتاعك. قال لهم لا لا لا، سيبوكم الحكايه ديت، انا عندي اكل من نوع تاني. وياخد كده الكنيسه بتاعته ويقعد معاها في العليه، ويبتدي ياخد الخبز والخمر ويقول لهم خذوا كلوا، هذا هو ايه؟ هذا هو ايه؟ جسدي، خذوا اشربوا، هذا هو دمي. وبالطريقة دي يبقى يوم خميس العهد لما يجتمع مع التلاميذ ويدلهم خبز اللي هو جسده ويشربهم دمه
ويبتدي بعد كده كان قايل لهم اننا هنقعد في الاب 3 أيام و3 ليالي. يبقى هو دخل في الاب من يوم الخميس وقام في فجر الاحد، يبقى الموضوع كده متظبط. كل مره بتيجي الكنيسه بتلاقيه مستنيك عشان ياكلك. مش هياكلك خبز عادي ولا هياكلك الاكل بتاع العالم، لا لا لا، هو هيقدم لك جسده ودمه علشان تشبع وعشان تحيا الى الابد وعشان تبتدي تبقى ضامن غفران للخطيه وحياه ابديه وثبات في المسيح. هو ده المسيح بتاعي اللي قبلني فشبعني، بعد كده قبلني فسمعني. ايوه سمعني، يعني وانا خاطي وجاي له وبنتكلم معاه بيسمعني. معقول يا ربي؟ قال ايوه. تلاقي حاجه عجيبه قوي يعملها يعني في اخر مرحله من حياته على الارض، تعمل ايه يا ربي؟ قال انا عايز نموت. طب يا ربي موت موته كده يعني لا من شاف ولا من درى، يعني اي موته كده وخلاص؟ قال لا، انا اصلي عايز نموت موته مخصوصه، علشان الموتة دي موتة العار اللي ما حدش يقبل يموتها، وحنتصلب كده، ويعني واحد على اليمين واحد على الايه واحد على الشمال، لص يمين ولص شمال، وانت في النص يا ربي مصلوب على الصليب علشاني. طب وبعدين؟ قال هو ده المكان اللي هيسمعني فيه على طول. ايه رأيك؟ واحد من الاثنين دول يقول له ايه؟ يقول له اذكرني. اذكرني ايه يا رب؟ متى ايه؟ متى جئت في ملكوتك. طب وبعدين؟ قال لك يسمع له على طول. ساعات كتير احنا نتناقش ونقول ده ما عملش وما خلاش وما سواش، وازاي المسيح؟ يا جماعه ما تزعلوش نفسكم، هو بيقبل الكل. هو مصلوب على الخشبه ديت علشان يخلص العالم كله، وعشان يتن فاتح أحضانه ويقول يا جماعة تعالوا، اللي حيكلمني فيكم واللي حيناديني فيكم واللي حيقول لي اذكرني متى جئت في ملكوتك أنا حنسمع له. كل ما الواحد يبص على الخشبة ديت يلاقي كلام معلمنا بولس الرسول يقول يا جماعة الخشبة دي مشكلة، لو مات بطريقة تانية يمكن كان لها حل. إيه مشكلة الخشبة؟ قال لك اليونانيين لما يبصوا كده على الخشبة يلاقوا إيه؟ يلاقوا الموضوع ده يعني جهالة بالنسبة لهم، ولما اليهود يبصوا عليه يلاقوه عسر، لأن هم عايزين ملك كده، ويعني يبقى حاجة أبهة كده. لكن عموما مش مهم، أنا عايز نقول لك الليلة هو قابلني، ولما قابلني فهو سمعني. قابلني فسمعني، قبلني فشفاني. يوحنا الحبيب اتعود يتكئ على صدر المسيح، ولما يتكئ على صدره يوم ياخد منه حاجات كده ما حدش تاني ياخدها، وبالتالي يقول طول ما انت ماشي في السكه معايا معرض انك انت تصاب بامراض. طب يا ربي المريض يروح فين؟ قال يروح للدكتور، والدكتور يعمل له ايه؟ يعمل له يا جماعه؟ يكتب له روشت، يكتب له شويه دواء. قال لك الحكايه كده ببساطه، نلاقي يوحنا الحبيب يجمع شويه روشتات على بعض كده ويقول علشان لو اي واحد فيكم كده يعني جاله المرض ده يعني تروحش لدكتور فاميلي دكتور، مش محتاج يعني تروح لحد، روح له هو على طول وهو هيدي لك روشته فيها الشفاء على طول. يعني مشكله غريبه قوي إن بتحصل عندنا بعد ما نيجي للمسيح، بعد ما نقدم توبة ونطمن إن هو قابلني، نلاقي إن أنا إيه؟ عندي فتور. المحبة الأولانية مش موجودة. كنت زمان بنحب الكنيسة وبنحب ربنا وبنحب الخدمة وبنحب الناس، لكن دلوقتي شاعر إن محبتي بقت فترة. طب إيه الروشتة اللي تكتبها لي يا ربي؟ يقول لما تفتر المحبة معناها في خطية دخلت. اذكر من أين سقطت وإيه؟ قوم ابتدي توب، ما تقعدش كده. يجي مرة تانية كده يلاقي مرة تاني
المرض الثاني ده خطير جدا، يقول لك اسمع انك حي وانت ايه؟ وانت ميت. يا ما ناس كده ايه لابسه مظهر من الخارج، وده اللي زعل المسيح من الكتبه والفارسيين. طب وبعدين يا ربي اللي ليه اسم ان هو حي وهو ميت؟ قال حله بسيط قوي، زي ما انتم شايفين كده الروشته بتاعته، اذكر كيف اخذت وسمعت واسهر وتب لاني اقدم عليك كلص. ابتدي بقى اسهر وتوب، ابتدي ما تعمليش يعني المنظر ده مش عايزه، انا عايزك تسهر وتوب، وساعتها هتخف على طول. وخد بالك انا هنيجي عليك كلص. طب يا ربي لما ناخد الروشته دي ونخف ونخف، لما تخف على طول عايز نقول لك انا هنأكد لك انك انت لما نيجي في يوم الدينونه هتمشي في الثياب البيض، وبيقول لك لن امحو اسمك من سفر الحياه، انا كتبت اسمك ومش عايز نشيله. لو جالك اي مرض خد روشته من الروشتات بتاعتي وعلى طول هتخف. يروح مره تانيه، عندنا مشكلة اسمها نص نص، عارفين نص نص؟ يعني شوية كده شوية كده شوية كده شوية كده. والحكاية دي يعني بيني وبينكم اليومين دول عندنا كتير خالص، يعني بقت ربع ربع، وبقت الحكاية يعني متشتتة خالص. طب وبعدين النص نص ده إيه؟ قال يعني حط شوية مية سخنة على شوية مية إيه؟ باردة، الحكاية تطلع في الآخر إيه؟ تطلع في الآخر فترة. والحاجة الفترة يقول لك إيه؟ تلاقي فلان ده فاتر مالوش إيه؟ ملوش طعم. او الحكايه كده برضه ربنا بيقول النص نص ده يعني مش بارد ولا حار، منفوخ كده على الفاضي، حالته خطيره محتاجه لعلاج. نشتري يا ربي. قال اشير عليك ان تشتري ذهبا مصفى بالنار وثياب بيض لكي تلبس وكحل عينيك لكي تبصر. مشكلتك انك انت غلبان وما عندكش حاجه، انا عايزك تشتري ذهب مصفى بالنار، وعايزك تاخد ثياب جديده عشان تلبسها، وعايزك كده تكحل عينيك عشان تشوف وتبتدي تمشي في السكه المظبوطه. انا عايز نقول لك لانه قبلنا، بتقبلني يا ربي حتى لو كان ليا 15 سنه ما اعترفتش، و15 سنه ما اتناولتش، و15 سنة ما قريتش الإنجيل. أنا فاكر مرة زمان كده دخلت مكان هنا في البلد، لقيت حاطين ساين كده كبيرة بتقول Don't let anyone to go. Don't let anyone to go. فقلت لهم إيه الحكاية دي؟ قالوا لي البوليسي بتاعتنا كده. ولقيت النهاردة إن أجمل حاجة في البوليسي بتاع المسيح بيقول don't let anyone to go، يعني هيقبلنا بمهما بأي صورة وبأي حالة احنا عليها. عشان كده يقبلني مهما كانت حالتي، يقبلني مهما كان احتياجي، يقبلني مهما كانت التكلفة بتاعتي. يا أحبائي لأنه قبلنا، زي ما قلت لكم قبلني في آدم وقبلني في نوح، قبلني في إبراهيم وقبلني في موسى، قبلني في أنبياء العهد القديم، قبلني فجالي، قبلني فنداني، قبلني فدعاني، قبلني فشبعني، قبلني فشفاني. هو بيقبلني عشان يديني كل احتياج ليا. يا ترى أنا الليلة جاي ليه؟ جاي نحضر كورال؟ جاي نتفرج على شوية ناس بيرنموا؟ لا أحبائي، إحنا الليلة جايين علشان نتأكد كلنا ونقول لأنه إيه؟ يا جماعة مش معقول، صدقوني مش معقول، لأنه إيه؟ يا جماعة قولوا معايا، لأنه إيه؟ لأنه قبلنا. هو هيقبلني زي ما أنا، زي ما قلت لك في الأول قصة الشاب اللي مر علي يوم الثلاث والشاب اللي مر علي يوم الخميس. تعالى هتلاقي المسيح مستنيك، وهتلاقي المسيح يقبلك مهما كانت حالتك، وهو عنده لكل واحد حسب احتياجه.
عنده اللي مريض حيشفيه، واللي ميت حيقومه، واللي جعان حيشبعه، واللي متوسخ حيغسله، يعني عنده حاجة لكل واحد فينا. ربنا يدينا نعمة الليلة ويدينا قوة كده عشان نقف كده مع بعض دقيقة واحدة، نقف نصلي فيها مع بعض. ممكن نقف يا جماعة؟ هنقول لربنا كلمة واحدة: كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. ممكن نقولها باللحن اللي الكنيسة معلمه لنا: كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. قبلنا كلنا ودينا نصيب معاك، وما تسمحش ان احنا نطلع من المكان ده الا واحنا قاطعين عهد معاك وفرحانين بيك يا ربي لانك قبلتنا في شفاعة كل القديسين والاباء اللي اتمتعوا بالشركة معاك واللي اختبروا قبولك ليهم، في شفاعة دمك المسفوك على عود الصليب اللي خلاك فاتح احضانك عشان تقبلنا كلنا. اسمعنا يا رب واستجبنا لما نقول لك بكل شكر: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، كما في السماء كذلك على الأرض، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا أن لك. فامسك يميني ربي يهديني في طريقي دائما، فامسك يميني ربي يهديني في طريقي دائما. Oh.
Oh,
الشمس تشرق من بين غمامي، كل الظلام يتحول ضي. منصور أنا على كل ضعف لي يا إلهي، واهب لصحبي صنع هداية وسط الألم، حاسس بكل نبض ندم، حاسس بكل نبض ندم، وهي دي الحقيقة اللي فيك إن أنا ابنك مش من العبيد. تمانين دفع وبدم غالي، وانا معك مخلوق جديد. منصور انا على كل ضعف لي يا الهي، وانت صاحبي اسمع نداية وسط الالم، حاسس بكل نبض ندم، حاسس بكل قرب من النهاية. واحنا بنقرب من النهاية بتكتمل الصورة أكتر وتوضح الصورة أكتر وأكتر. صورة جميلة رسمها المخلص، صورة اتعامل فيها مع العروس بصورة شخصية جدا، وأعلن لها عن حبه وأعلن لها عن قبوله ليها برغم حالتها، برغم ضعفها، برغم كل خطية فيها، وخدها وطهرها واختارها وأرسلها، وعلاقة شخصية قوي بالعريس. زي ما انتوا لاحظتوا النهاردة العروس كانت متوجهة للآخر. عروسنا النهاردة أكبر من شخص، عروسنا النهاردة أكبر مني أنا وانتوا وأي فرد. العروس النهاردة هي إحنا، هي الكنيسة، هي العروسة اللي مستنية المسيح واللي هيجي في يوم وياخدها. وإحنا النهاردة بنعلن إنه هو صاحب السلطان، هو واهب الحياة، هو الملك والسيد. بنقدم له المجد، بنقدم له السجود، وبنقول له هتيجي في يوم وهتلاقي كنيستك مستنياك، بتكبر وبتضم ليها كل يوم ملايين من اللي في العالم بتتوب وبتخش. ضمننا ان انت ثبتتنا في الكرمة وقلت لنا اثبتوا فيا، ثمارنا مش هتيجي غير واحنا ثابتين فيك. بنعلن ان انت صاحب السلطان، بنعلن الخضوع ليك ولكلمتك، نمجد اسمك أيها الآب السماوي. يا واهب الحياة، نعلن إنك صاحب السلطان.
Thank you.
بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. اتفضل يا بول. امبارح كان الموضوع اللي شغلنا كلنا انه ازاي المسيح يقبلنا بالرغم ان احنا كلنا ضعفات، والرغم ان احنا كتير ممكن نقع في خطايا ونزعل ربنا، لكن مجرد ما بنرجع لربنا ربنا دايما بيقبلنا لانه اله المحبه. النهارده هنتكلم عن نقطه تانيه، ازاي احنا نقبل الاخر. ازاي نقبل الاخر؟ اذا كان ربنا قبلني يبقى بالاولى انا اقبل الاخر. اذا كان ربنا قبلني في ضعفاتي يبقى انا برضو اقبل الاخر في ضعفاته. فهنتكلم النهارده عن بعض العينات اللي احنا احيانا مش بنقبلهم، ولكن ربنا النهارده بيقول لنا اقبلوهم اقبلوهم. اول سؤال نساله لنفسنا، مين هو الاخر؟ اذا كنا احنا النهارده بنطلب نحن نقبل الاخر، طب مين هو الاخر؟ احيانا بنبص للاخر بنظره غير النظره ربنا عايزنا نشوف بيها الاخر. يعني ايه؟ يعني احيانا نبص للاخر ان واحد بيزحمني في المكان بتاعي في العمل بتاعي، وابقى خايف منه عشان ياخد مكاني، وبالتالي بتعامل معاه بحرص، وممكن اتعامل معاه بعدم محبه. ممكن اكون بنظر للاخر انه وسيله عشان يوصلني للهدف بتاعي. كل ديت نظرات عالميه، ممكن الواحد يكون بيفكر زي ولاد العالم انه انا محتاج الاخر علشان يساعدني في عمل معين في دراسه معينه، ومجرد اوصل للهدف بتاعي يبقى مش محتاج للاخر. ممكن يكون الاخر في نظري هو الانسان اللي ينفذ رغباتي، صديق ليا انا متصاحب معاه علشان اللي انا بقوله هو بيعمله، ابن ليا انا بحبه علشان اللي انا بقوله هو بيعمله، زوج او زوجه نظرتي للآخر أحياناً بتكون مبنية على إن الآخر دوت هو اللي ينفذ رغباتي. أحياناً أبص للآخر إنه أصغر مني وأضعف مني وأقل مني في المواهب، وأحياناً العكس أشوف الآخر إنه أكبر مني وأقوى مني وأنجح مني. لو أشوفه إنه أصغر مني وأضعف مني ممكن أدينه وممكن أعامله معاملة لا طريق بيه، ولو شفت الآخر إنه أكبر مني وأقوى مني وأنجح مني ممكن أغير منه وأحسده. لكن ربنا عايزنا نشوف الآخر إزاي؟ ربنا عايزنا نشوف الآخر إنه شخص مخلوق على صورة الله ومثاله. لما نبص لبعض، لما نتعامل مع بعض، أول حاجة تيجي لذهننا إن اللي بتعامل معاه دوت إنسان على صورة الله ومثاله. تاني حاجة إن الإنسان اللي أنا ببص أو بتعامل معاه الآخر إنه زيه مدعو للملكوت. أنا إذا كنت ربنا دعاني فأيضا هذا الآخر ربنا دعاه للملكوت، أنا وهو واحد. ايضا ابص اليه ان هو محبوب من ربنا اذا كان ربنا بيحبني، وايضا ربنا بيحب هذا الاخر. عشان كده الايه الجميله اللي اتذكرت في انجيل معلمنا يوحنا اصحاح الثالث ايه 16، لانه هكذا احب الله العالم، مش انا بس ولكن العالم. والعالم هنا مش بيقصد مجموعه معينه أو بلد معينة، ولكن أحب الله العالم. يبقى إذن أتعامل مع الآخر
ان هو على صورة الله ومثاله، انه مدعو للملكوت زيي، انه محبوب من ربنا زيي، وبالتالي هحترمه، وبالتالي هقدره، وبالتالي هحبه، وايضا هقبله. قديس انبا بخوميوس قال كلمة حلوة يعني بتلخص الموضوع ده عن نظرتي للآخر. مرة جاله أحد رهبان وسأله، قال له حدثنا عن الرؤى اللي أنت بتشوفها، إيه الرؤى اللي بتشوفها؟ فالقديس الأنبا بخوميوس قال له أنا إنسان خاطئ، إزاي تطلب مني أني أنا بشوف رؤى؟ لكن مع ذلك استمع، فإني سأحدثك عن رؤية عظيمة. يقول له أنا مش بشوف رؤى، أنا إنسان خاطئ، لكن أقول لك على رؤية عظيمة جدا بشوفها. يقول له إذا رأيت إنسانا طاهرا ومتواضعا فهذه رؤية عظيمة. طب وإيه تاني؟ ثم ماذا أعظم من هذه الرؤية؟ أن ترى الله غير المنظور من خلال الإنسان المنظور الذي هو هيكل الله. هذه هي إذن أعظم الرؤى والإعجوبة الحقيقية، إنسان مخلوق على صورة الله ومثاله. صدقوني لو إحنا فعلا نتعامل مع بعضنا بهذا المنطق وبهذا المنظور، إن إحنا نبص لبعض، أخويا دوت ده على صورة الله ومثاله، زوجتي على صورة الله ومثاله، ابني على صورة الله ومثاله، زميلي في العمل على صورة الله ومثاله، يبقى إذن عمرنا ما هنغلط في بعض، ولا هنحتقر بعض، ولا هندين بعض، ولكن هنقبل بعضنا البعض. طب لو واحد يسأل ربنا ويقول له طب يا رب قل لي كده على شوية عينات أمثلة، عايزني أقبل مين؟ عايزني أقبل مين يا رب؟ أول حاجة ربنا يقول لي اقبلني أنا المخلص الصالح، اقبلني أنا المخلص الصالح. قصة حلوة خالص عن شاب، والشاب ده كان يعني شاب عادي، يعني ملوش أي أصدقاء سوء، لكن مر بتجربة نتعرف على أصدقاء سوء. وفي مرة كان بيلعب معاهم، وبعدين حصلت خنقه وغضب، وصل به الغضب إنه قتل خصمه في اللعب. لكن هو معروف إن هو إنسان كويس ومحبوب، لكن نتيجة القتل حصل إنه اتحكم عليه بالإعدام. الناس أهل المدينة اللي عارفينه إنه يعني عمل كده في ساعة غضب وفاكرين له أيامه الحلوة، فراحوا كتبوا للحاكم وقالوا له معلش لو تقدر إنك أنت تخفف الحكم عنه، ده إحنا عارفين إنه هو يعني ساعة غضب، لكن عارفينه من زمان وهو صغير إنسان كويس. الحاكم كان إنسان يعني متدين ويعرف ربنا، فلما لقى كل الأوراق اللي جاياله تطلب إنه يعفو عن هذا الشاب، حن عليه وراح طلع ورقة وكتب قرار عفو عن هذا الشاب، وقال أنا هروح أديله قرار عفو بنفسي. فلبس زي كاهن وراح السجن. طبعا الناس اللي بره، السجان والناس اللي بره، عارفين منظر الحاكم، لكن شايفينه لابس زي كاهن فدخلوه. لكن الشاب اللي جوه المحكوم عليه بالإعدام مش عارفه ان هو الحاكم، شايفه في زي كاهن. اول لما شافه جاي له قال له انت جاي لي ليه؟ انا جالي قبليك كذا كاهن، انا مش عايز حد يجي لي. يقول له انا جاي لك هساعدك. يقول له لا ما تقربش مني، ما تكلمنيش، ولو كلمتني هنده الحارس عشان يمشيك من هنا. قال له انا معايا خبر حلو ليك. يقول له لا ولو، انا مش عايز اتعامل معاك. فمشي الحاكم، وبعدين جاله الحارس قال له انت كان بيزورك الحاكم بتاع المدينه؟ قال له دوت الحاكم؟ قال له ايوه. قال له هات لي ورقه واكتب دلوقتي اعتذار. وكتب له انا اسف، انا ما كنتش عارف انك انت الحاكم، اقبلني. لكن لما وصل جواب الاعتذار للحاكم
كتب عليه من وراء لا أهتم بهذه القضية، واتنفذ الحكم في هذا الشاب. أخذوه علشان حكم الإعدام، قالوا له نفسك في إيه؟ قال لهم عايز أقول نصيحة لكل الشباب اللي في سني، أنا ما متش علشان عملت جريمة، لكن أنا مت علشان رفضت عفو الحاكم عني. وإحنا أيضا لما بنرفض يسوع المسيح مخلصنا الصالح، إحنا بنرفض عفو ربنا عننا. الإنسان إذا هلك فمش هيهلك بسبب خطاياه، ولكن هيهلك لأنه رفض يسوع المسيح اللي دايما فاتح أحضانه علشان يخلص كل الخطاة الذين أولهم أنا. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن به قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. قبولنا للمسيح يعني فيها رجاء، ويعني توبة، ويعني احنا نتخلص من الخطايا بتاعتنا. ساعات الواحد بيتخدع ويقول انا لما ابقى كويس هقبل المسيح مخلص ليا، لكن ديت خدعة. ازاي انا هبقى كويس من غير عمل المسيح الخلاصي فيا؟ فاول حاجة ربنا النهاردة بيقول لنا عليها، اقبلوني مخلص صالح لنفوسكم. طب يا رب عايزنا نقبل مين تاني؟ عايزكم تقبلوا الأطفال، الأطفال، وزودت عليها الشباب. مرة يسوع كان ماشي، ونقرأ في إنجيل معلمنا متى، فدعا يسوع إليه ولدا وأقاموا في وسطهم، وقال الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الأعظم في ملكوت السماوات، ومن قبل ولدا واحدا مثل هذا باسمي فقد قبلني. ومرة تانية في إنجيل معلمنا لوقا، كان في شوية أولاد حوالين المسيح، فظهر كانوا عاملين دوشة، فالتلاميذ انتهروهم، أما يسوع دعاهم وقال، دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. الحق أقول لكم، من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله. إحنا ساعات ما بنقبلش الأولاد، وساعات ما بنقبلش الشقاوة بتاعتهم بحكم سنهم، عايزين يلعبوا وعايزين يتشاقوا وعايزين يجروا، وإحنا أحيانا، والحقيقة الأحيان تبقى كتير شوية، نحن ما نقبلهمش. أحيانا مش بنقبل الأسئلة بتاعتهم، بل واحد راجع تعبان من الشغل وابنه عايز يسأله، يقول طب كمان شوية، طب ما توجعش دماغي، طب أنا مش فاضي. أحيانا مش بنقبل إن هم يغلطوا، فاكرين إن هم دايما هيكونوا بيرفكت، لكن لازم نقبل إن هم لسه صغيرين ولسه في مرحلة نمو وبيغلطوا، ولازم نعلمهم الغلط من الصح. وأحياناً تبقى صعبة شوية إن إحنا مش بنقبل اعتذارهم. ممكن الأولاد يغلطوا ويجي يعتذروا ويلاقوا الأب والأم ناشفين ومش قابلين الاعتذار. لكن عايز أقول لكم، لو إحنا ما قبلناش الأطفال والشباب، يوجد من هو مستعد إن هو يقبلهم إيه؟ في أي وقت وبدون أي شرط. عشان كده لازم نقبل الأطفال ونقبل الشباب ونحتملهم. في قصة موجودة يعني في السنكسار عن ولد كان يعني بيساعد في المطبخ بتاع الدير، وبعدين اللي كان بيطبخ كان عامل أكلة حلوة للرهبان، وكان الولد بيساعده. الخادم دوت اللي بيطبخ خرج شوية يجيب حاجة، فرجع الولد يعني صغير وجاع وحب ان هو ياكل، لكن الخادم زعل قوي وقال له، ازاي تاكل قبل الرهبان؟ وكان شديد عليه وضربه، والضربة كانت جامدة عليه فسقط ومات. شوفوا ازاي الغضب
وازاي ان احنا ما نقبلش اولادنا ممكن توصل لايه. لكن نشكر ربنا ان الحكايه ما خلصتش على كده. فالخادم اللي ضرب الطفل دوت راح لرئيس الدير وقال له انا غلطت غلطه كبيره وعملت كده، اعمل ايه دلوقتي؟ قال له خد الولد وحطه في الكنيسه من غير ما تقول لحد، واحنا هنخش نصلي صلاه الغروب وربنا يكمل. وفعلا دخلوا يصلوا صلاه الغروب ولقوا الولد خرج وربنا احيا هذا الطفل. رجاء محبه ان احنا نقبل اولادنا، نقبل غلطاتهم ونقبل اسئلتهم ونقبلهم. ربنا عايزنا ان احنا نقبل الاطفال ونقبل الشباب. مين تاني يا رب عايزنا ان احنا نقبلهم؟ ربنا عايزنا نقبل الناس اللي مش من جنسنا. احنا احيانا بنكون يعني منغلقين وعايزين بس نقبل الناس اللي زينا، اللي بتكلموا لغتنا، اللي من نفس البلد بتاعتنا، اللي من نفس الكالتشر بتاعتنا. لكن الحقيقة الكتاب المقدس بيعلمنا ان المسيح فاتح احضانه لكل الناس. وفي سفر الرؤيا، في سفر الرؤيا شاف معلمنا يوحنا، شاف حوالين العرش ايه، ما شافش شعب واحد، ولكن شاف من كل الامم ومن كل الشعوب ومن كل لسان، وشافهم بيصرخوا وبيرتلوا وبيقولوا الخلاص لإلهنا، الخلاص لإلهنا. يسوع المسيح هو إله، مش إلهنا إحنا بس، ولكن فاتح أحضانه لكل الناس. في سفر أعمال الرسل نشوف عن كورنيليوس، ده كان أممي ما كانش من اليهود، وكان بطرس مش عايز إن هو يقبل الأمم، لكن ربنا وراله رؤية وقال له لازم تقبل الأمم، وراله الملاية اللي نازلة وفيها كل أنواع الحيوانات الطاهرة وغير الطاهرة، وقال له اذبح وكل. قال له ازاي يا رب؟ قال له اللي أنا بطهره أنت لا ينجسه الإنسان. ونشوف أيضا في سفر العدد عن حادثة حصلت، أنه موسى تزوج من امرأة كوشية، يعني مش من شعب اليهود، غريبة عن جنس اليهود. وبعدين اللي حصل ان مريم وهارون اخوات موسى زعلوا، ازاي موسى يعمل كده؟ ازاي ان هو يروح وياخد امرأة غريبة؟ شوفوا ربنا عمل ايه. ربنا زعل من مريم وهارون وعاقب مريم بالبرص. طبعا مرديش يعاقب هارون بالبرص عشان هو كاهن، وازاي ان هو هيقدم الذبايح وهو عنده البرص. لكن تورينا الحادثة ديت ان ربنا بيقبل الجميع، ربنا بيقبل الجميع، وإحنا برضو مفروض نقبل الجميع. رعوس المؤابية دي مش من شعب بني إسرائيل، لكن ربنا قبلها وبقت واحدة اللي جه من نسلها السيد المسيح. ربنا عايزنا نقبل يسوع المسيح مخلصنا الصالح، نقبل الأطفال والشباب، ونقبل الناس اللي مش من جنسنا. مين تاني يا رب النهاردة بتقول لنا وبتنصحنا نقبلهم؟ ربنا بيقول لنا اقبلوا الخطاة الضعفة. فيليمون ده كان تلميذ من تلاميذ بولس الرسول، وكان عنده عبد اسمه أنسيموس. وأنسيموس دوت عمل غلطة انه سرق حاجة من سيده فيليمون وهرب. لما هرب وراح بلد تانية قابله بولس الرسول وبدأ يكلمه عن المسيح وعن المسيحية، وفعلا اتعمد وبقى إنسان مسيحي. قال له بس عندي مشكلة. قال له ايه هي المشكلة؟ قال له كان ليا سيد اسمه فليمون وانا سرقت منه ومش عارف اذا كان يقبلني ولا ما يقبلنيش. لكن بولس الرسول بالأبوة بتاعته بعت رسالة مخصوص وموجودة في الكتاب المقدس، بعتها لفليمون وقال له اقبله، اقبل أنسيموس، اقبله كنظيري، لما هتقبله كأنك قبلتني أنا أيضا. رحاب الزانية أيضا نشوف في العهد القديم أنه اتقبلت بالرغم أن هي زانية، ولكن اتقبلت. في قصة عن واحد راهب شيخ
وكان عايش في قلاية، وبعدين كان في واحد خادم بيجي يساعده، لكن الخادم دوت كان عنده ضعفة ان هو كان بياخد حاجات من القلاية بتاعت الراهب الشيخ. الراهب عارف وعرف ان هو بياخد منه حاجات، مرضاش يكلمه، وبعدين وصلت بيه انه بقى ياخد كل حاجة. فاضطر الراهب الشيخ ان هو مش لاقي عنده اكل فيروح يجيب اكل، مش لاقي عنده هدوم يروح يجيب هدوم، بياخد منه كل حاجة لكن ما كلموش ولا قال له اي حاجة. وبعدين مرت السنين والشيخ دوت كبر في السن وقربت ايامه وتنتهي، فهو على سرير المرض بتاعه والرهبان اخواته حواليه. فلما لقى الخادم دوت داخل عليه قال له هات ايدك اقبلها. فاستغربوا قالوا ليه؟ قال لهم اصل بالايدين ديت انا هخش ملكوت السماوات. طبعا الخادم دوت هو اللي عارف اللي بيعمله بكى وندم، لكن شوفوا ازاي طول باله عليه وقبله ومرضاش ان هو يجرحه. اكيد كان بيصلي له، وفي اخر لحظات في حياته رد هذا الانسان الى ربنا. نقبل الخطاة يعني ما نحتقرش الخطاة، لا نحتقر الخاطئ الضعيف، بل انظر اليه كانه انسان مريض. لا نحكم على الخطاة، احنا مش ربنا عشان نحكم عليهم، ولكن الحكم لربنا هو اللي بيدين. وايضا نصلي لاجل اي انسان نشوفه في ضعف. قديس موسى الاسود يقول لا تكن قاسي القلب على اخيك، فاننا جميعنا قد تغلبنا الافكار الشريره. ما تكونش قاسي على حد، احنا كلنا تحت الضعف، ممكن تغلبنا الافكار الشريره. طيب مين تاني يا رب اقبله؟ اقبل عدوك، اقبل عدوك. السامري الصالح المثل اللي قاله السيد المسيح عشان عايز يعلم اليهود اقبلوا اعدائكم السامريين، وعايز يعلمهم ان السامري دوت بالرغم ان اليهودي المجروح دوت يعتبر عدو لكن قبله. وفي العظة على الجبل يقول احبوا اعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم. مش بس ان احنا نقبلهم، لكن ربنا عايزنا ايه؟ نحبهم. مرة واحد اخ راح للقديس الانبا سيلوانس وقال له انا متضايق من اخ ليا في القلاية اللي جنبي، وانا مش عارف اعمل معاه ايه، ومتخاصمين مع بعض وزعلانين مع بعض، انا مش عارف اعمل معاه ايه. فراح قال له الانبا سيلوانس، قال له طب تعالى ايه اصلي لك. فبدا ان هو يصلي له، وختم الصلاة بابانا الذي، وجي عند الحتة اللي بنقول فيها اغفر لنا ذنوبنا. قال لا تغفر لنا ذنوبنا لأننا لا نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. قال له ليه بتقول كده يا أبي؟ قال له ما طبعا هقولها إزاي، إذا كنا مش قادرين نغفر يبقى إزاي نقول إن إحنا بنغفر للآخرين. مين تاني يا رب عايزني أقبله؟ ربنا بيقول لنا إيه؟ اقبلوا اللي أحسن منكم. أحياناً بتبقى صعب علينا نقبل اللي أحسن مننا. شوفوا شاول كان صعب عليه يقبل داود اللي كان يعني أشطر منه، وإنه قدر إنه يقتل جولياط، كانت صعب عليه. أحياناً داخل الأسرة الواحدة الواحد يبقى مش قادر يقبل حد تاني أحسن منه. ربنا ساعده مثلا ولقى شغلانه كويسه، ساعات الواحد مش قادر يقبله، ازاي هو بقى احسن مني وليه هو يبقى احسن مني؟ لكن ربنا بيقول لنا النهارده اقبلوا اللي احسن منكم. ما تحسدهمش، اصل الحسد ده بيجي بعد الغيره. اول خطوه الواحد يغير، ازاي ده بقى احسن مني، والخطوه الثانيه ان انا احسده، يعني اتمنى ان اللي عنده دوت يروح منه زي ما حصل ما بين يوسف وإخواته. لكن يا رب عايزني أعمل إيه؟ عايزك تحب اللي أحسن منك، بدل ما تغير منه، بدل ما تحسده حبه، وصلي إن ربنا يبارك له، يوم ربنا هيبارك لك أنت أيضا ويخليك حلو زيه.
من أقوال الأنبا زينون بيقول: لا شيء يصيرنا مثل الله سوى عدم الحقد. لما الواحد يكون في قلبه عدم حقد نبقى إيه؟ نبقى شبه ربنا. أنبا بقوميس برضو يقول: إذا أكمل الإنسان جميع الحسنات، جميع إيه؟ الحسنات، وفي قلبه حقد على أخيه فهو غريب من الله. يا رب خلينا نقبل اللي أحسن مننا ونتمنى لهم إن هم يكونوا حلوين وأحسن وأحسن، وربنا أيضا يدينا من خيره. آخر حاجة وأهم حاجة عايزنا نقبل مين يا رب؟ عايزك تقبل نفسك. تقبل إيه؟ تقبل نفسك. أحيانا الواحد يكره نفسه، وأحيانا يحتقر نفسه، وأحيانا ييأس من نفسه. لكن الآية الحلوة اللي في سفر النشيد اللي بتقول إيه؟ أنا سوداء وجميلة. مفيش حد فينا مفيهوش ضعفات، والسواد دوت اللي هو بيمثل الضعفات والسقطات والخطايا اللي البشر ممكن يقعوا فيها. لكن هل هي دي كل الصورة؟ عارفين لو هي دي كل الصورة فعلا الواحد يحتقر نفسه ويأس من نفسه، والواحد يبقى ما يقبلش، مش قابل نفسه، سواد. لكن أنا سوداء وجميلة. أنا إذا كان فيا سواد لكن بيقابل هذا السواد جمال، والجمال دوت من عند المسيح إن هو بيطهرني من كل خطية. نشوف في سفر النشيد كذا مرة يقول العريس للعروسة، يقول ربنا للنفس البشرية: ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة. إزاي يا رب؟ طب أنا شايف نفسي وحش، لكن أنت في نظر ربنا حلو. أنا شايف نفسي مفيش أي حاجة حلوة، لكن أنت في نظر ربنا في حاجات حلوة كتير. طب إذا كنت أنا، إذا كنت في عين ربنا في حاجات حلوة، يبقى أنا أقبل نفسي. أقبل نفسي مش لأني إنسان بار، مش لأني إنسان كامل، مش لأني إنسان بلا خطية، ولكن أقبل نفسي لأني ربنا قبلني، وربنا يحول السواد اللي فيا إلى بياض، يبيض كل حياتي بدمه. أختم بقصة حلوة خالص عن إزاي الواحد يعني يقبل نفسه. قصة عن ولد مرة في البيت كده وشايف باباه عمال يوضب المكتب بتاعه، عايز ينقل المكتب بتاعه من فوق للبيزمنت، وبابا عنده كتب كبيرة خالص وكتب كتيرة، والولد صغير، فحب يساعد بابا، فراح المكتب وشال أول كتاب تقيل، تاني كتاب تقيل، قال معلش هشيل، فشال أول مرة ونزل، وبعدين طلع تاني شال شوية كتب، وهو نازل مش قادر، فراح وقع على السلم وقعت منه الكتب. قعد على السلم عمال يعيط علشان شاعر إن هو مش عارف يساعد أبوه. فجي أبوه شافه عمال يعيط، قال له بتعيط ليه؟ قال له مش عارف أساعدك، مش عارف أشيل حاجة، الكتب تقيلة عليا. قال له طب تعالى أنا وإنت إيه نازل الكتب. فراح لقى أبوه حط الكتب على إيدين ابنه، وراح شال ابنه وحطه على كتفه وقال له تعالى ننزل الكتب، وخده طالع فوق يحط الكتب على إيده وينزله تحت للبيزمنت، وفضل ينقل الكتب. أنا ممكن أبص لنفسي إن أنا مش أعرف أعمل حاجة، لكن بربنا أقدر أعمل كتير. عشان كده ربنا يطلب من إن إحنا نقبل نفسنا. أول حاجة نقبل يسوع المخلص مخلص الصالح. تاني حاجة نقبل الأطفال ونقبل الشباب ونطول بالنا عليهم. نقبل الأجنبي اللي مش من جنسي، الغريب عني، اللي مش من بلدي، مش بتكلم لغتي. أقبل الخاطي الضعيف، وأقبل العدو اللي مش بيحبني. أقبل اللي أحسن مني وأطلب من ربنا يبارك له ويديله زيادة. وأخيرا أقبل نفسي لأني أنا سوداء وجميلة. إلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.